اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم طبعا ان احنا نجيب المرتبط. هي دوره، هي بطوله يعني الكبار والصغيرين، ولكن المرتبط هو كان نجم الشباك الحقيقه اللي ادى الفرصه للفريق الاول ان يعني يستعيد الفرصه تاني، ودي ثالث سنه يحصل نفس الكلام. فطبعا لازم يكونوا معانا. في البدايه برحب باحد نجوم الفريق والحقيقه اللي كان ليه دور كبير جدا في هذا الانجاز، عمر موفق. اهلا بك يا عمر. زي حضرتك، منور قناه النادي الاهلي. قول لي يا عمر، هبتدي معاك طبعا، يعني انا مش غريب عنكم، انا عارفكم انتوا كلكم ولادي وعارفكم. يعني انت السنه دي كان سنه مرتبط، وانت 2007 يعني السن الكبير، يعني انت كنت السنه اللي فاتت مع 2006 كان يمكن السن الاصغر. فانت دخلت بقيت انت الكبير وانت اللي هتشيل. الموضوع ده ما خوفكش ولا كنت مستني الفرصه دي يا عمر؟ انا كنت مستنيها يعني عايز تلعب وعايز تأدي وكنت مبسوط قوي ان انت هتبقى خلاص اللعيب الكبير وده سنك. عشان كنت مستني. طب خلينا اتكلم في البدايه لما كابتن اسلام قعد معاكم اول الموسم خالص، فاكره؟ فاكر القعده دي؟ فاكر اتقال فيها ايه؟ كان بيقول ان هو مش مهم الباسكت، اهم الاخلاق، وان هو عايز ياخد 3 بطولات معانا. ممتاز، وادانا ثقه. يعني كابتن اسلام في الاول قال لكم انا يعني، طب قال لكم على الدفاع، كان بيتكلم على الدفاع بشكل ازاي؟ يعني هو بالنسبه لكابتن اسلام هو الدفاع بالنسبه له الاكثر كدفنس، يعني كدفنس. الدفنس الاهم من الاوفنس. طيب قول لي، يمكن يعني السنه دي كان فيها ماتشات برضو كم جامده، يعني لعبتوا ماتشات قويه تدريجيه شويه، كان في ماتشات وبعد كده بقى في ماتشات جامده. من وجهه نظرك انت كده كراجل، انت كو كابتن صح؟ طيب من وجهه نظرك كان اصعب ماتش ايه؟ كان سموحه والاتحاد اصعب ماتشين. سموحه كان احنا لعبناهم ماتشين، لعبنا ماتش هنا وماتش هناك. اني اصعب، اللي كان هنا ولا اللي كان هناك اكتر؟ انت بتقول الماتشين كانوا صعبين. اللي كان هناك. كان هناك. طب ليه شايفه صعب؟ كان في ملعبهم، وحضرتك عارف ان ماتشات سموحه بتكون، الماتشات اللي في اسكندريه عموما بتكون صعبه. صحيح. وسموحه فيها لعيبه كويسه كمان صح؟ طب قول لي، انتوا في جيلكم لما كنتوا انتوا تحت 14 مع سموحه بقى، يعني دلوقتي السنه اللي فاتت الجيل ده كان افضل منكم شويه صح؟ فدي كانت عامله لكم ايه في الحاجه؟ خسرتوا منهم. طب ده كان عامل لكم حاجه شويه ولا مش فارق بقى خلاص نسينا الكلام ده؟ لا، احنا كنا مستنيين الفرصه عشان نبين نفسنا ونعرفهم اللي احنا احسن. طب انت فاكر الماتش اللي كان هنا مش ازاي؟ كان ماشي ازاي؟ كنا اول لما نزلنا كنا كسبين فرق جامد لحد الشوط الثالث، وبعد كده نزلنا سنه، وبعد كده لحد الاخر كنا كسبين ما عدناش ولا مره. يعني حصل دروب في النص بس انتوا بعد كده في الاخر كسبنا 15 اظن. صحيح، كان وصل خلص، لا خلص 12 جون تقريبا. انا كنت بتفرج. مش فارق كتير، بس انت فاكر الماتش ده كويس، كان في ملعب طلائع الجيش. ايوه صحيح. وبعد كده رحت سموحه هناك. طيب خلاص احنا تجاوزنا سموحه، رحنا على الاتحاد. كنت شايف الماتش صعب؟ كان بالنسبه لنا ماتش صعب، وكان في ناس برضه متوتره عشان الالترس والجمهور كان جاي. كنت حاسين ممكن يبقى في ضغط شويه. طب بعد الماتش الاول انت كسبته مريح جدا، وجيت المباراه الثانيه للرجال خسروا. تاني يوم او تاني ماتش انتوا الاول فلازم تكسبوا، قلتوا لبعضيكوا ايه؟ كنا كل واحد بيشجع التاني، عايزين وكل الكباتن، كابتن اسلام كان اكتر واحد بيشجعنا، وكابتن مودي، كابتن ابراهيم، كابتن كريم جمال، تمام، كابتن كريم ضيف، كانوا كلهم بيفضلوا يعني يحمسونا حد الماتش ما يجي، ويقولوا لنا ان اللي احنا ماتشنا اهم ماتش الكبار. صحيح، 50%. صح. طب ده ما يعني ما عملكوش ضغط ولا اداكوا حماس يا ام عمر؟ لا، ادالنا حماس يعني. اداكوا حماس. طب قول لي، والجمهور موجود، وكان موجود الجمهور بكثافه حتى في ماتشكم، كان بيديكوا حماس؟ اول ماتش كنا متوترين سنه، بس التاني ماتش هو اللي احنا كنا ادالنا حماس جامد. وما قلقتش في ماتش الاتحاد التاني؟ كان الماتش ماشي ايه كل جيم؟ كنت قلقانين؟ انت قلقت شويه؟ انا ما قلقتش خالص. كنت حاسس ان كل الفرقه يعتبر ما قلقتش اصلا. فعلا. طب انت بتتكلم عن الفرقه كلها، انت متاكد ولا في حد ايه؟ لا، ما احنا كنا مع بعض بقى في الهاف تايم. طب لما كسبته، خلينا نتكلم على اللحظات الحلوه يا عمر. انا عارف طبعا ان انت متوتر شويه معانا، بس واحده واحده هنتكلم. انت لما كسبنا، انتوا كسبتوا، قعدتوا في المدرجات اتفرجتوا على الكبار، والكبار كسبوا، وانتوا رحنا نازلين جري على الملعب. فاكر اللحظه دي؟ ايوه. يعني كان يعني احساسك كان ايه ساعتها؟ وصف لي احساسك. يعني عملناها، يعني عملناها بقالنا كتير ما خدناش بطوله، وكنا مستنيين ناخد البطوله دي بالذات، عشان بيقول دي البطوله الوحيده اللي اكتر بطوله بنبان فيها نفسنا طبعا وكده. طبعا، وكمان بطوله مع الكبار فبنستفيد منهم. صحيح. وخلي بالك انت المرتبط اللي جاي، انت ده المرتبط بتاعك، انت في 18 مش هيبقى معاك مرتبط. لا، هيكون بس هتبقى انت الصغير، انا قصدي انت الكبير.
هيبقى في مرتبط تاني السنه الجايه 18 انت هتلعبه، ولكن المرتبط اللي جاي هتبقى انت الصغير، بس هتشارك خلاص. انتوا ما شاء الله ما في صغير ولا كبير دلوقتي، انتوا 2006 2007 زي بعض. طب خلينا اتكلم عن السنه اللي فاتت واللي قبلها. يمكن انت موفق كنت ممكن لسه صغير، ما كانش عندك الباور اللي موجود، لسه صغير يعني، ما كنتش نضقت يعني، ما جالكش، ما بقتش شاب يعني تقدر تلعب بقوه، فما خدتش خبرات شويه يمكن في الملعب بشكل كبير. الموضوع ده اداك دافع اكتر ان انت عايز السنه دي عايز السنه دي ابين نفسي، ولا انا ابين برضو المدربين او اي حد؟ طبعا يعني انت تشتغل وتبين شغل المدربين معاك يعني. طب قول لي انت مين ماسك الاعلى عمر؟ نعم، مين ماسك الاعلى؟ مين مسلك الاعلى؟ في الاهلي ولا بره؟ الاثنين، قول لي الاثنين، هنا وفي الاهلي. في الاهلي وبره. هنا عمرو الجندي وبره ستيفن كيري. انت عشان شكله يعني؟ انت شكل ستيفن كيري على فكره. طيب قول لي يعني، طب عمرو الجندي ليه؟ بحب لعبه على طول، بيكون موجود في الاوقات الصعبه من قبل ما يجي الاهلي عموما. هو كان اكتر واحد بيكون في الاوقات الصعبه بيدي له الكوره، هو اللي يلعب. صح. طب عشان بيلعب في نفس مركزك برضو ولا ايه؟ 3 و4 ولا يعني انت نشنت على اللي بيلعب نفسي يعني الثلاثيه؟ لا ده انت جاي ده. بس كيري مش مركزك خالص يا عمر، كيري بوينت جارد، بس انت عشان شكلك. شكلي هو شكلي بقى خلاص، انا ده مثلا الاعلى، حتى لو بيلعب لعبه ثانيه كلهم بينادوني باسمه. لا طبعا هو بينادوك كده، وحتى انت نفس الشكل بنفس بس هو يمكن مركزه ثاني مختلف. طب خلينا نقول ان انت دلوقتي اللي بيلعبوا كده وانت شايفهم. طب بابا كان لعيب باسكت. بابا كان لعيب باسكت، كابتن موفق طبعا، ولعب فترات طويله يعني، قعد لفتره طويله لعب، ولعب في على ما في جاسكو، ولعب في اكتر من فريق يعني. طب نصايح باباك ليك ايه دايما لما بيكون الاب لعيب؟ ما توترش، عشان لو توترت مش هعرف العب. وعلى طول بيفضل يشجعني، وقبل الماتشات بيكلمني يشجعني برضو. طب انت السنه دي نفذت نصيحته؟ ما توترتش؟ وانا شايف كده صح، بتوتر من السنه دي. طب ده ليه؟ هل ده نتيجه ان انت اشتغلت على نفسك، اتكلمت مع نفسك ان انا ما توترش، انزل الملعب؟ اصل يعني غير اللي انا كان بان بلال مصاب وان شاء الله يرجعه بسلامه، انا كابتن الفرقه، فصعب قوي ان يكون كابتن الفرقه هو اللي بيكون متوتر قبل الماتش. برافو عليك. ويبان ان اللي انا المتوتر، وكان انا سني كبير عموما، فما ينفعش السن الكبير هو اللي يتوتر. صح، برافو عليك. ويعني مش برافو عليك، انت عندك مسؤوليه على فكره، يعني احساسك بالمسؤوليه عالي ما شاء الله، ربنا يحفظك. شكرا. يعني يمكن اول مره نتكلم كده، بس يعني انا بتفرج عليك في الماتشات على طول، بس ما اتكلمتش معاك وانتوا كلكم ولاد يعني. بس خلينا نقول انه انت بتقول انا السن الاكبر، وانا لازم اكون متماسك، ولازم انا اللي ابقى شايل الفرقه. طيب وانت بتقول الحمد لله نجحت، وانا بقول لك انت نجحت الصراحه في الموضوع. طيب احنا داخلين على بطولتين، عندك بطوله القاهره ان شاء الله يوم السبت، وعندنا بعد كده بطوله الجمهوريه، والبطولتين هيبقى اصعب من المرتبط، لانه انت خلاص هتلاعب المرتبط، يمكن في فرق انت ما لعبتهاش قويه يعني، ممكن الجزيره ما شفناهاش، ممكن مين تاني، سموحه قابلناها في الادوار التمهيديه ما كانش على بطوله يعني، وكان مع الفريق الكبير. فالبطولتين هيبقوا جامدين، في الشمس كمان ما لعبناهمش. شايف ان احنا قادرين ان شاء الله بالمجموعه اللي موجوده دي ناخد القاهره ان شاء الله. شايف كده يعني؟ هو سموحه كان اصعب اظن اصعب فرقه، واحنا كسبناهم فرق 20 يعني، او كنا كسبانهم يعتبر طول الماتش 20، والماتش اللي بس الثاني ما كناش متفقين قوي يعني، اظن ان احنا يعني قادرين. طب وهنا في القاهره شايف الشمس يعني، يمكن منافسه بقى الشمس والجزيره، شايفهم ايه؟ يعني من اللي احنا شفنا ماتشاتهم واكيد اتفرجنا عليهم وكده، احنا بالنسبه لنا اللي احنا احسن منهم، شايف انه احسن عنهم. طبعا انت يعني انت قلت كلمه حلوه بلال، طبعا اتصاب، ربنا يشفيه كابتن الفريق، وربنا يشفيه ويرجع بسرعه، لانه اتصاب في ماتش سبورتنج على ما اتذكر يعني. اتصاب في ماتش سبورتنج، ان شاء الله يرجع بالسلامه ويكون مع الفرقه بشكل جيد. طيب قول لي يا عمر، انتوا رحتوا المنتخب صح؟ يعني كان ليكوا تجمع مع المنتخب. بداتوا امتى تمرين؟ امبارح والنهارده وفي بكره. في بكره كابتن عمرو بخير مدير الفني صحيح، وكان ومساعد كابتن احمد الجرحي. نفسك تلعب على المنتخب؟ اكيد. نفسك تلعب افريقيا؟ قدها؟ ان شاء الله. هناك بيجروا جامد. هناك بينطوا. الموضوع عايز يعني بننط احنا كمان. بالظبط، بننط احنا كمان في، بس احنا عندنا اطوال بيتهيألي. يعني الجيل بتاعنا ده او جيلكم في اطوال. زي مين مثلا عمر؟ احمد ربيع. احمد ربيع ما شاء الله في معدي 2 متر 5. وعمر عصام. عمر عصام. وفي واحد من الزمالك ناسي اسمه. لا وعلي عصران كمان. انت وعلي عصران. علي معاد بره. لا لا. انت ازاي ده هيخش عليك دلوقتي؟ علي عصران كمان من الطوال، وفي واحد من الزمالك طويل شفناه. ايوه. وفي حد كمان في الاتحاد بيتهيألي كمان طويل.
يعني الجيل ده فيه طوال. فيه طوال كتير. فيه طوال، وانت كمان تعتبر طوال، انت بتاع 3 4 ما شاء الله، يعني انت 3 طويله واربعه كمان تعتبر مش قصيره. فالجيل ده فيه طوال. طب قول لي انت نفسك ايه؟ نفسك في ايه؟ ايه احلامك؟ ايه بتقعد مع نفسك كده؟ نفسك في ايه؟ منتخب منتخب ده اللي جاي ده ولا منتخب الكبير؟ كله يعني. كله. طب خلينا نرجع، من نفسك منتخب ايه كمان؟ العب مع الفيرست، وطبيعي العب مع الام بي. انت عايز تلعب مع الدرجه الاولى. طب مستر اجوستي قال لك حاجه؟ مستر طب مستر داني بيفضل يكلمنا إيه؟ كتير وبيفضل يصلح لنا اخطائنا. هو كابتن اسلام. بيفضل يصلح لنا اخطائنا، وساعات كان بيمرني انا برايفت في الاهلي، كان بيمرني على حبه حاجات اللي انا مش كويس فيها قوي، واظن ده من الناس اللي ساعدونا جدا اللي احنا نكون كويسين. اكيد. طب هو كان نصايحه ليك ايه؟ يعني مستر داني لما كان ياخدك على جنب يقول لك، اكيد كان بيديك نصيحه، كل لعيب نصيحته غير التاني، تفتكر كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لنا ان يعني وكان بيقول لي ان انا لازم اكون يعني قد، هو كابتن اسلام مديني ثقه كويسه، فلازم انا اكون قد الثقه دي وما اخافش وكده. يعني كان دايما بيقول لك ان انت يعني بيشتغل على الناحيه النفسيه شويه، ده غير الفني طبعا، كان بي... اكتر كمان. يعني غير الناحيه طبعا الفنيه والكلام ده كله. طيب انت قلت لي طموحاتي ان انا العب في المنتخب واطلع الدرجه الاولى واطلع الام بي اي، صح كده؟ طب ممكن انت يعني ممكن تطلع جامعه. صح، يعني ممكن تبقى بوابتك للام بي اي الجامعه، ده وارد عندك؟ بابا يوافق؟ طب ماما ما خلي بالك، ما هو يعني الامهات دايما بيكونوا حته ان الابن يبعد. اظن برضه عشان سلمى اصلا كانت سلمى موفق اختي كانت سافرت امريكا، كانت لعبت سنه هناك، فهم اظن يعني. طب ورجعت ليه سلمى؟ كانت رجعت عشان كانت دي السنه اللي قبل الكورونا على طول، ف يعني هي سافرت اوريدي سلمى. انا اول مره اعرف المعلومه دي. فهي خلاص يعني مامتك عادي بتهيألي مش هتبقى يعني هتبقى مش هتقف قدام فرصتك دي. طيب وانت عارف ان هو المنتخب مهم جدا انه بطوله افريقيا اللي جايه، مؤهله لكاس عالم. مؤهله لكاس عالم. انت عارف هي هتبقى فين ولا لسه؟ ما اعرفش اي حاجه. انا قالوا لي تعالى. انا قالوا لي تعالى نروح. طب قول لي، خلينا نتكلم عن زمايلك في الفرقه، مين اقرب واحد ليك؟ كلهم قريبين ليا، لكن بيقعد معاك في الاوضه اكتر واحد قاعد معاك في الاوضه؟ علي حامد واحمد فادي. علي انت بوينج جاردات، انت مقارن مقارن. تقعد مع البوينج جاردات عشان يبصوا لك، صح؟ لا بهزر طبعا، بس هم اقرب لي. احمد فادي وعلي حامد، والاثنين عملوا بصراحه ماتشات كويسه جدا، الاثنين بامانه عملوا ماتشات كويسه جدا جدا. طيب لو رحت المنتخب، في حد من الانديه الثانيه قريب لك؟ الانديه الثانيه لا، لسه مفيش حد. لسه مش داخلين مع بعض قوي. ها طب عامل ايه في المذاكره؟ لا معلش يعني كويس، بحاول اوازن ما بين الاثنين، واكيد ما بتفضل تقول لي ذاكر ذاكر ذاكر، هي الام دايما اللي ذاكر ذاكر. بس خليني اقول لك ان هو ايه، يعني الرياضي بيبقى مطالب منه مجهود اكتر. عشان المذاكره واواظب كمان مع الرياضه. انت نظام بريتش صح؟ مش بريتش. بريتش محتاج كمان مجهود كبير، بس ممكن تذاكر في البيت. يعني البريتش في ميزه ان انت ممكن تذاكره في البيت. وفي السفر بذاكر كتير مع اصحابي. يا عمر مش عشان قاعدين على الهوا. لا والله بذاكر مع عبد الله. يا عمر مش عشان بابا تتفرج عليك هتقول لا ده انا بذاكر، انت بتروح هناك ما بتذاكرش يا عمر. لا بتذاكر. برافو عليك، ولازم كده لازم كده، لانه طبعا انت ما عندكش وقت. ما بتزعلش لما يبقى عندك تمرين واصحابك خارجين وانت ما بتخرجش؟ لا ما بعمل كده عشان في المستقبل اكون يجي لي حاجه كويسه، لكون مجتهد نصيب. برافو عليك. يعني انت بتقول ان انا يعني، طب لو خارجين خروجه حلوه سينما ما بتضعفش يا عمر؟ ما بتضعفش خالص. لا ممكن اكون بتضايق يعني، بس يعني عارف ان انا لازم اضحي. وعندك استعداد تضحي اكتر من كده؟ بس توصل لهدفك. برافو عليك. طب انت يعني عمر، يعني بصراحه انت السنه دي يعني ما شاء الله فاجئت الجميع، خلينا اكلمك بكل امانه، لانه انت كنت مثلا السنه اللي فاتت ما كنتش بتشارك بشكل كبير، لان كان معاك 2006، والسنه اللي قبليها ما كنتش لسه نضقت بالشكل الجيد، فما كنتش برضه بتشارك. وكنت بتضغط. فالسنه اللي فاتت كان شعرك ايه؟ انا عايز اقف عند السنه اللي فاتت شويه، لان السنه اللي فاتت انت ما كنتش لعبت ماتشات. السنه اللي فاتت لعبت الماتشات الضعيفه اللي في الاول دي. طيب لعبت كتير ولا كنت بتنزل دقايق كتير ولا قليله؟ كنت بنزل شوت. كنت بتزعل ان انت ما بتلعبش ماتشات كبيره؟ بامانه اصل الحقيقه انا كنت عارف يعني اكيد انا يعني عارف ان انا مش هكون كويس قوي مع الكبار، عشان لسه دي كانت اول سنه وانا لسه ما ضنقتش. فرق جسماني كبير. فكنت انا يعني داخل السنه اللي فاتت دي كنت عارف، كنت نازل عشان احتك مع الكبار. يعني ما كنتش بتزعل ما ترجعش البيت مخبط وبتعيط وكده؟ اصل وضع طبيعي ان انت بتبقى عايز تلعب يا ابني يعني. ايوه يعني ده وضع طبيعي، بس ما احبطتش.
لا. طب انت من الشخصيات اللي بتحبط يا عمر؟ اكيد هبط يعني، تزعل في اوقات تزعل كده وباباك ومامتك يقعدوا يكلموك وخلاص بقى وفكك، بتعمل كده؟ ها؟ ما تتكسفش ما تقول عادي. ايوه. انا عايز اقول لك ان كل اللعيبه كده عادي يعني، والسنه اللي فاتت دي كانت بيبقى اللعيب طالع منها انت يعني جعان باسكت. جعان باسكت. طيب خلينا نتكلم عن المباريات، مباراه الاتحاد الفاينل. في وقت الاتحاد طلع علينا صح؟ طلع 7 بونت. كانت في الشوط الرابع. صح؟ في اول الرابع. ما قلقتش؟ لا. انت نزلت حطيت 3 بونت من الكورنر. خلي بالك. صح؟ ما كنتش قلقان. لا. طب ليه؟ يعني تبقى في توتر. اصل احنا عارفين اللي احنا اكبر منهم، هنقلق ليه؟ ما هو طبيعي ان في الباسكت اللي احنا في فرق ان هو مره هو يكون اعلى سنه في البوينتس، بس احنا عارفين اللي احنا احسن، هخاف ليه؟ كان في ثقه. انت رحت مدي واحده من الكورنر كده 3 بونت من الاربعه دي، انا فاكر، لان هي دي اللي قللت السكور بقى 3 بونت. يعني كان 7 شوط واحده، وبعديها جبنا باسكت في الثاني، كان فادي جاب رميتين. فادي احمد فادي جاب رميتين والدول. طب قول لي يعني مين اكتر لعيب، طبعا كلهم، بس مين اكتر لعيب بترتاح تلعب جنبه؟ يعني بتحس ان هو بتتفاهم، وعلى فكره مش عيب ومش غلط، يعني في لعيب انت بتتفاهم معاه، بتحس ان هو يعني في اي كونتاكت بينكم من بعض، مين اكتر واحد في الفرقه؟ علي حامد وعلي عصران. علي حامد وعلي عصران. علي، انت واخد سكه علي. اي حد علي انا متفاهم معاه، بتحس معاهم بتفاهم. هو علي بصراحه عنده الاثنين. يعني علي، علي لا علي حامد، لا علي حامد بكلم علي عصران، يمكن انت بتلعب 4 ساعات جنبه صح؟ بيبقى هم عندهم يعني بيبقى بينكم من بعض تفاهم شويه. بينا تفاهم على طول. طيب قول لي اكتر حاجه انت شايف محتاج تطور نفسك فيها اكتر، خلينا نتكلم بقى على الجانب التاني. بالنسبه لي قوي اكتر سنه الديفنس محتاج بس انت ما شاء الله بتدافع كويس، بس انت بتقول ان عايز اطور كمان. ايه تاني؟ ممكن ال 3 بوينت. مين تاني؟ بس انت شايف كده الديفنس كويس يعني. الحمد لله كويس. يعني محتاج تطور نفسك اكتر في حاجات، ما انت اكيد يعني ما يعني محتاج كل يوم تشتغل على نفسك. طب الناحيه البدنيه ايه الاخبار؟ شغال على نفسك فيها كويس؟ يعني بتمرن مع مدرب وشايف الدنيا وكل حاجه، دي مهمه جدا خلي بالك. عمر انا مبسوط بيك. شكرا. ونورتني وشرفتني يا حبيبي، واتمنى لك كل التوفيق. انا سعيد بيكوا جدا جدا، انتوا ولاد كويسين وانتوا مستقبل السله، مش بس في النادي الاهلي، في مصر كلها. بشكرك يا حبيبي، نورتني وشرفتني. شكرا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع عمر موفق. هنطلع لفاصل عشان بقى منا 2 بقى من نجوم المرتبط، علي عصران وعمر حاتم، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع طبعا ابطال المرتبط. الحقيقه اللي ادوا اداء جيد جدا وكانوا داعمين للفريق الاول بشكل كبير. في البداية طبعا برحب بنجم الفريق وهداف الرمية الثلاثية بالمناسبة، عمر حاتم. أهلا بيك عمر، منورنا في قناة النادي الأهلي. وبرحب بعلي عصران، أحسن لاعب في النهائيات في دوري المرتبط، والحقيقة ده الموسم الأول ليه مع النادي الأهلي قادما من نادي وادي دجلة، والحقيقة فاق كل التوقعات. أهلا بيك علي، منورنا في قناة الأهلي. الحمد لله. هبتدي بيك بقى علي، أنت طبعا دي أول سنة ليك في الأهلي. طب أنت لما جيت الفرقة حسيت أنت غريب، ولا يعني حسيت الاول برهبه شويه كده؟ لا ما يعني كانوا اصحابي برضه قبل ما اجي، كنا بنخرج مع بعض وننزل نلعب مع بعض. فعلا. مين كنت بتخرج معاه؟ كان عمر وبلال وفادي وعلي حامد وناس كتير. فعلا. كنت بتخرجوا مع بعض كنا بننزل نلعب مع بعض في الاهلي برضه. برافو. يعني انت ما كنتش غريب عنهم؟ لا كنت عارفهم. طب انت جيت ازاي نادي الاهلي؟ يعني ايه اللي حصل؟ مين كلم بابا؟ مين كلمك؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو الاول خالص كابتن محمد اشرف تواصل معانا وقال لي يا اخي عايز رقم بابايا وكده، وبعدين تواصلوا مع بعض، وبعدين الاهلي بعت فاكس للنادي. وبعدين بقى خلاص. يعني اول واحد كلمك كان كابتن محمد اشرف توفيق. لان هو كان بيمرن الجيل بتاعكم. فشافك وشاف ان انت لعيب كويس وبتاع، بس انت كنت سافر بتلعب في به صح؟ كنت بلعب في بيه. عشان سنك، عشان 2007. يعني هم هناك فاصلين السنين عشان مش عايزين صداع، هم يعني حته الجامعة وبتاع، وده يلعب وده يلعب، مش هيقول لك لا افصل. 2007 كله مع بعض، و2006 كانوا مع بعض. ايوه. طب انت جالك حاجه ثانيه غير الاهلي؟ جالي كتير بصراحه. قول ايه المشكله، مفيش مشكله. الزمالك كلموك مثلا؟ الزمالك. مين تاني؟ الجزيره كلموك. الجيش. اتصالات. الاهلي. طب حد بعت غير الاهلي يعني؟ في يعني ما هو كلموك الاتحاد والجزيره، بعتوا فاكسات. مش عارف. طب مين اللي حسم بقى؟ يعني ايه رغبتك هي اللي سالوك انت عايز تروح فين؟
وانت اخترت الاهلي طبعا عشان انت ايه يعني صحابك و اهلاوي اصلا. انت اهلاوي حلو جدا. ايوه كده بقى شفت بقى عمر شفت الكلام. ايوه كده بقول دي بالاول خالص بتخش ولا انا بهزر معاك طبعا. الفكره اللي بقول لك عليها ان هو يعني قدومك من النادي الاهلي احنا فوجئنا بيك ما شاء الله. انت يعني حتى انا استغربت اي لعيب بيجي بيبقى يعني عنده شويه رهبه. انت ما كانش عندك دي خالص يعني ما شاء الله دخلت مع الفرقه واديت على طول فدي وفرت علينا وقت كبير جدا. طب خلينا نتكلم عليه انه جيت النادي الاهلي خلاص ورقه خلص بدات اتمرن مع الفريق بدانا ماتشات حسيت ان احنا ممكن نعمل النتيجه دي يعني كان عندك ثقه في فريقك؟ بصراحه كنت شايفهم احسن فريق بصراحه واثق في قدراتنا وكده. تعرف في حاجه حلوه عجبتني برضو علي فيه لما جم يقولوا احسن لاعب انت 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 ما كنتش متوقع كاس يعني انت مش خالص مش بتلعب عشانه. لا خالص يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي بصراحه. ده حتى هم قالوا لك روح تقول لهم في ايه هو في مين عايزني لا بلا كنت صح مش كده انت بتقول له يا ابني روح خد كاس ايه كاس مين كان عمال بيشاور لي وانا واقف صح مين انتوا عايزيني في انا واقف بقى فروحت حتى انت يمكن لما خدت حتى خدت الكاس انت ما كنتش تعرف ده ايه بتاع ايه لسه صح. أنا بصيت عليه اول لما بعد ما اتصورنا رحت على جنب كده بصيت عليه هو انا واخد ايه. لا بس انت لعيب ما شاء الله عليك كويس وباذن الله ليك مستقبل كويس قوي ان شاء الله. اجي لك بقى عمر انت ما شاء الله عليك السنه دي عملت موسم كويس جدا بامانه يعني انت لعيب مجتهد وبتعمل اللي عليك وما شاء الله ربنا كافئك باحسن 3 بونت يعني. خلينا نتكلم بدايه السنه انتوا قعدتوا مع كابتن اسلام واتكلم معاكم واداكوا تعليمات او اداكوا نصايح ايه ابرز حاجه اتكلم معاكم فيها كابتن اسلام؟ هو في الاول قعد مثلا يقول لنا مثلا لازم تدافعوا الديفنس اهم حاجه بعديها دخل على برسنتج بتاعتنا بتاعت الشوط بعديها بدا في الاوفنس بس بعديها بدانا بقى واحده واحده ناخد حاجات في اوفنس وديفنس. نعم طب قول لي يعني الماتشات السنه دي كان فيها ماتشات جامده يعني انتوا لعبتوا ماتشين يمكن اتكلمت مع عمر موفق قبليكوا هو قال لي ان الماتشين الجامدين كانوا سموحه والاتحاد. انت متفق مع عمر في الكلام ده؟ كان سموحه والاتحاد اقوى ماتشين اقوى ماتشين ويمكن كان اقوى على الاطلاق سموحه هناك اللي هو كان عشان بره ملعبنا وملعبهم وتبقى الدنيا هناك. طب خلينا اتكلم معاك عن انت برضو نفس الوضع يمكن علي مختلف شويه انت نفس عمر موفق انتوا السنه اللي فاتت كنتوا ب 2006 كنت السن الاصغر فما شاركتوش بشكل كبير السنه فيمكن انت الوحيد اللي شويه شاركت. لا ورابيا وبلال بصراحه شاركوا في النهائيات يعني انتوا شاركتوا مع كابتن محمد في النهائيات. لما طلعت بقى وبقيت انت الكبير كنت جعان باسكت كنت عايز توري الناس باسكت؟ طبعا طبعا كنت حابب كنت حابب ان انا العب باسكت اللي انا عايز العبه من زمان بس ما كنتش السنه اللي فاتت السنه اللي هي بتاعت اول سنه 16 ما كنتش بلعب قوي يعني ما كنتش عارف اعمل اللي انا عايزه. سنك صغير طبعا لما دلوقتي خدت الثقه بالظبط وبقيت بتادي وبقيت تلعب. انت رحت المنتخب برضه صح؟ الحمد لله. وطب انت يعني شايف حلمك بدا يتحقق يعني بدات تمشي ناحيه حلمك؟ لعبت وشاركت وشايف حلمك بقى. طيب قول لي يعني ايه اكتر نصايح بيديها لك كابتن اسلام بينك وبينه يعني لما بيجيبك على جنب؟ ان انا ما اعملش دريبل كتير حلو و اللي هو كريت ويندو زي مثلا لو حد دخل من حته انا بفتح فين مثلا يعني تظهر له ادافع كويس يعني اكتر حاجه بيركز عليها الديفنس برضه كابتن اسلام الديفنس طب انت في ماتش الاتحاد في الفاينل قلقت شويه عمر برضو انت ما شاء الله عملت جيم كويس برضو اول ماتش ولا تاني ماتش؟ تاني ماتش لما قربوا منا وطلعوا 7 بونت علينا لما قلقت؟ لا ما قلقتش بس كده يعني كنت بحاول ارجع الفرقه بس خلي بالك هم لعبوا عليك واحد ما انتوا مالوا 4 زون في الاخر مسكوك يعني عزلوك صح؟ طيب كان اول مره يحصل معاك كده صح؟ دي حقيقه اول مره حتى سالت عبد الله عامل ايه؟ سالت عبد الله ايسر لما كان بيلعب في 14 ايوه ما بتبقى صعبه في السن ده لما يمسكوا لعيب ويعزلوه بس انت ما استسلمتش للمسك برضو حبيب. انت بتروح تستلم الكوره وبقيت تروح ما شاء الله انت لعيب مجتهد يعني مين مسك الاعلى عمر؟ اسماعيل احمد. اسماعيل احمد بس مش مركزك؟ مش مركزي بس انت عاجبك شخصيته وعاجبك لعبه وكده. طيب مين تاني في النادي الاهلي؟ في النادي؟ ممكن كابتن ابراهيم الجمال. كابتن ابراهيم الجمال كان قريب جدا من اللعبه. عارف مين كمان قريب من لعبك؟ ايهاب امين. انت قريب من لعبه طبعا هو نجم كبير ان شاء الله تبقى زيه بس انت قريب من لعبه يعني اللعب والبنتريشن والشغل وتشغل فرقتك وتشوط فانت قريب حتى انت في الطول قربت منه شويه انا شفت الصوره اللي انت حاططها قربت منه في الطول ان شاء الله تبقى زيه ان شاء الله. طموحاتك ايه؟ طيب نتكلم عشان نفتكر اطلع جامعه مثلا اطلع جامعه بره مصر اخش منتخب والعب فيرست تيم بس وبعديها بقى ان شاء الله ربنا
طب هل عشان لعيبه كتير من النادي الاهلي طلعوا جامعات انت برضو ولا ده حلم من زمان عندك؟ لا ده حلم من زمان. أوه. لا من ساعه ما مالك يعني لما مالك طلع مالك. طب اشمعنى مالك؟ مالك كان صاحبك ولا؟ ايوه طبعا مالك حبيبك. ها مالك يبقى ابن عمك. اه شفت بقى صح كده. صح. فانت شفت طب انت على تواصل معاه؟ اه طبعا كلمه على السوشيال ميديا. تبعت له؟ اه بكلمه فيس تايم. وبتعرف اخبار هو اتنقل جامعه ثانيه صح ولا لسه؟ هو بيحاول. لا لسه ما اعرفش بس ما بيحاولش. لا ما بيحاولش. اعتقد جامعته كويسه. وكان كابتن ياسر قال انه بيحاول يتنقل جامعه ثانيه او يمكن بعد الموسم ده يفكر. ما سالتوش. ان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزه. حلو خليني اكلمك يعني انت رحت المنتخب برضه صح؟ اه. طب شايفنا يعني انت خلاص المنتخب بيبقى كل اللعيبه مع بعض شايف منتخب مصر يعني بيبقى ليه في نظره للعيب شايف منتخبنا قوي قوي في سنه. جيلنا ما شاء الله جيل كويس. يعني شايفين احنا سهل جدا ناخد افريقيا وسهل نطلع ان شاء الله. على فكره انا برضو معاك في نفس الرؤيه دي يا عمر يعني معاك ان هو علي في نفس الرؤيه دي ان انت المنتخب يقدر ينفع ياخد افريقيا اطول فيه والولاد بينطوا وعندكم برسين اسكندريه عندنا جامدين برضو. اسكندريه في مجموعه كويسه جدا يعني الاثنين متضموا على بعض هيبقى المنتخب شكله جاي جدا. طب قول لي بقى يعني انت يعني في اسرتك انا دايما بشوف اختك بتجي لك التمارين وقاعده معاك في الماتشات. أيه. مرتبط باختك انت جدا. ها أوه. انتوا اخ واخت بس؟ اه هي الاكبر ولا انت؟ انا اصغر واحد في العيله. اصغر واحد. انتوا اثنين اخوات بس ولا؟ اخت واكبر منك. طيب ويعني قربك من اختك بتديك نصايح ايه؟ بتبقى فرحانه بيك مبسوطه يعني كلمني على علاقتك مع اختك. ايوه طبعا بتحاول تديني نصايح دايما بس هي برضه يعني مش في الباسكت قوي بس هي بتحاول يعني. بتحاول معاها. كتر خيرها بتحاول. طيب وبابا وماما مثلا يعني هل هم يعني كان حد بيلعب باسكت؟ لا بس هم دايما برضه بيشجعوني. بيحاولوا يحفزوني عشان دايما اي ماتش بنزله ببقى متوتر دايما. فعلا؟ بس علي انا ما حسيتش كده خالص ما شاء الله عليك يعني. انا بحاول ان انا يعني العب عادي بس ببقى متوتر قوي. بسم الله ما شاء الله متوتر. بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك واديت اداء احسن لاعب. فلو التوتر ده راح انت هتبقى كمان في حته ثانيه ان شاء الله. طب مستر داني اتكلم معاك في حاجه قال لك نصايح رئيس قطاع الناشئين؟ دايما كان بيقول لي برضو ان انا ما اخافش ان اشوط وبيقول لي ادور على ان انا العب واحد على واحد شويه. كويس صح. طب دي وحاولت تطبق ده؟ حاولت. كان في كذا ماتش كنت اول لما يجي لي فرصه ان انا العب كنت بخش على طول. يعني بتحاول تطبق ده في الملعب وتحاول تطور من القصه دي. طيب مين اقرب واحد ليك في الفرقه؟ ناس كتير بصراحه. لا مش كلهم. ما تجاوبش بقى جواب. طيب ماشي كلهم. مين بقى بيقعد معاك في الاوضه؟ مين بتحب تقعد معاه في الاوضه؟ مين بتهزر معاه؟ عمر حاتم عشان معاك على الهوا دلوقتي. لا وفادي وعلي حامد وموفق. انا شايف ان فادي وعلي حامد عامل مشترك ما شاء الله. صح ولا غلطان؟ كنت حكي لي بتحبهم والله. انت بتحبهم؟ ها طبعا من زمان انتوا جيل واحد مع بعض يعني. طب وانت برضو نفس الكلام مع العمر نفسك تطلع بره جامعه والكلام ده؟ نفس الحاجه منتخب برضو ان شاء الله وفيرست بار. انت 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 سنه كام دلوقتي؟ دلوقتي تانية في الدراسه يعني ولا؟ في الدراسه. تانية سنه. تانية سنه وانت ايه ده؟ انت دلوقتي تعتبر جريد 11. ايوه انت قربت خالص بس انت اكبر من سنك. ايوه انت سنك دلوقتي سنه بدري. بس على فكره دي ساعات ما بتبقاش حلوه اللي بيسافر لان انت بتروح على ايج. اصغر منهم بقى. الله ينور عليك. بتروح على ايج جروب اكبر منك. ايوه بس لا عادي يعني تقدر تروح عادي يعني ان شاء الله. يعني انت حاططها في دماغك ان انت تروح. والبوابه ان شاء الله باذنك يا رب بتبقى افريقيا اللي جايه باذنك يا رب ربنا يحفظك. ان شاء الله هي دي تبقى البوابه ليك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني خلينا نتكلم عن الباسكت. ليه اخترت الباسكت في البدايه طالما بابا وماما يعني عمر يعني ما شاء الله عيلته كلها كره سله كابتن ياسر وفتوح وبابا كمان كره سله انت ليه اخترت كره السله؟ بصراحه عشان طولي كان في الاول. لا ما انت مش وانت صغير ما كانش فيه طول. لا كان باين. كان باين. طب مين يعني انت اللي اخترتها ولا بابا وماما؟ لا هو بابا زقني فيها بعدين انا حبيتها فكملت فيها. يعني بابا اللي قال لك روح. وبدات في وادي دجله وبعدين حبيتها بقى واستمريت فيها. طب خلينا نتكلم عن مسك الاعلى زي ما سالت عمر حاتم انت شايف مين مسك الاعلى في مصر وبره مصر؟ يعني في مصر ممكن سيف سمير وعمر طارق. مش دول خمسات؟ بس هو انا عاجبني ان عمر طارق كان مجتهد ده. بس اقول لك على حاجه انت ممكن يعني لو الشوطه عندك اتحسنت شويه تبقى اسماعيل احمد يعني اللي كنا بنتكلم عنه تقرب لو الشوطه هتتحسن ان شاء الله مع الوقت طبعا الواحد مش قلقان منها لو 3 بوينت اتحسنت ممكن تبقى زي اسماعيل احمد ان شاء الله. على فكره اسماعيل احمد جيلي نفس سني.
تقريبا يعني اسماعيل احمد لغايه دلوقتي بيلعب ما شاء الله. ما شاء الله يعني اسطوره اسطوره. طيب خلينا نتكلم عن نصايح كمان اللي مستر داني اديها لك لما كان بيتكلم معاك يا عمر. بيقعد يقول لي احسن برسنتج الشوت برضو و حسنت اهو 3 بوينتر احسن 3 بوينتر الحمد لله. و بس اعتقد بيقول لي ان انا لازم ما اعملش دروب ستيب. في حاجه اسمها دروب ستيب كده وانا بعمل ديفنس لو حد حط دربلاي كنت يعني بفتح رجله بيخش ميدل مثلا. فبدل ما دروب ده فكنت بعملها في الاول دلوقتي بدات احسنها واحده واحده. بس اعتقد. طب ونفس الكلام اللي قلته لعلي المنتخب انت شايف المنتخب قوي ما شاء الله. كمان خلي بالك انتوا معاكم مدير فني كبير جدا كابتن عمرو خير حاولوا تتعلموا منه على قد ما تقدروا لان صراحه تعرف ان هو مسك منتخب مصر كاس عالم طلع بيهم كاس عالم ومسكهم كاس عالم السنه اللي فاتت 18 وبابا كابتن عمرو بالخير كابتن فؤاد بالخير ده انتوا طبعا انا ما حضرتوش نفسي بس كان اسطوره التدريب وبالمناسبه طلع مصر كمان كاس عالم فانت معاكم مدرب لازم تعلموا منه بشكل كبير جدا. شايف المنتخب قوي بتاعنا كويس يعني. يعني في اسكندريه واحنا يعني فرقه كويسه. طب انت شايف القاهره والجمهوريه برضو في المتناول نقدر ناخدهم يعني مهم ناخد 3 بطولات المرتبط يعني الحمد لله يعني ما كانش الاقوى فريق سموحه كبار كسبوا رايح جاي ولكن بقى في المنطقه والجمهوريه ما فيش كبار بقى هتبقى انت ايه مجهودك زي ما بيقولوا انت ودراعك. شايف نقدر نكسب المنطقه والجمهوريه ان شاء الله. شايف احنا بنجتهد يعني وبنعمل اللي علينا. يعني في القاهره مين ممكن ينافسنا؟ وادي دجله كويسين الشمس الشمس يعني احنا انت شايف من وجهه نظرك طبعا كل احترام للفرقه دي طبعا بس يعني شايف من وجهه نظرك ان احنا انا شايف نفس الكلام يعني بصراحه ان احنا احسن. طب انت لسه على اتصال بزمايلك في وادي دجله وكده؟ طبعا كلموك وبتاع. شكلك حبوب وفريندلي قوي يعني بصراحه يعني شكلك يعني يعني مع زمايلك بيحبوك وانت يعني عارف انت في شخصيات كده بتبقى صاحب صاحبه انت شكلك كده والله يعني شكلك من اللعيبه اللي اللعيبه بتحبها وتحب تهزر معاها. طب قول لي يعني في ماتش الاتحاد انت جبت كام ريباوند في الاخر؟ بسم الله ما شاء الله يعني لما كانوا طلعوا علينا 7 بونت عملت الريباوند انت خدت فيه وان مور ده اللي خلص يعني ده اللي خلص الماتش. فاكره انت ده لما قعدت تتجاب وتتجلى وتتجاب وتتجلى ورحت انت واخدها في الاخر حطيتها في المربع وخدت وان مور فاكر انت اللحظه دي ايه؟ طب يعني فكرني حماس يعني فكرني باللحظه. طبعا حماس يعني وكان الباسكت اللي فرقنا عنهم يعني احنا كنا كسبانين نقطه تقريبا ساعتها جبناها يعني استريحنا شويه استريحنا وكمان جالك تو شوتس بعديها وان مور انت عشان توقف جبت واحده. طب انت طولك كام يعني؟ انا يعني متر 98 98 متر ما شاء الله يعني ده طول نموذج لمركزك اللي هو الاربعيه ممكن كمان 2 3 سنتي برضه تبقى مش وحش. طب خلينا نتكلم عن الدرجه الاولى انت بتابع ماتشات الدرجه الاولى؟ يعني شويه كنت بتابع الماتشات. طب في ماتش الاتحاد والدرجه الاولى بتلعب الاتحاد كنت قاعدين في المدرجات بتشجعوا؟ طبعا تشجعوا تشجيع عادي زي الجمهور كده؟ لا كنا زياده شويه ممكن من قلبنا قوي عشان عايزين نكسب طبعا كنا مستنيين حتى تحت عشان مستنيين الباب يفتح لنا عمالين نخبط عليه كنت محبوسين صح؟ شفت يفتح له اول ما فتح نزلتوا جري على الملعب احتفلوا بيهم اللحظات دي حلوه هتفضل في عمرك فاكرها صح؟ صح وكمان انت لما حتى اللي بسطني كمان زي علي ان انت كنتش مستني جايزه انت لدرجه ان نادوا عليك مشيت عمر اطلع حبيبي انت واخد جايزه في المايك بيقول عمر حاتم مش واخد بالي فضلت انا عايزيني ليه؟ فده حلو عارف حلو في ايه؟ ان انتوا بتلعبوا مش حاطين في دماغكم كؤوس دي ليها معنى يا عمر ان انت بتلعب عشان الفرقه تكسب صح عايز الفرقه تكسب انت مش يعني جات لي كاس كويس هتبسط بس انا مش بلعب عشان ده فانتوا ما كنتوش مستنيين ده ما جرتوش على السكاوتنج تشوفوا الله ده انا جايب كذا لا ده مش جايب كذا مش فارق معاكم ايوه وتفضلوا على كده كمان. طب قول لي يعني انت بيلعبوا معاكم لعيبه صغيرين يعني بيبقى في لعيبه 2008 زي ما انتوا كنتوا صغيرين مع 2006 بيلعبوا مع لعيبه ثانيه 2008 معاكم صغيرين بتعملوا معاهم ايه؟ بتحتضنهم ازاي؟ يعني بتتعاملوا معاهم ازاي؟ لا والله بعملهم حلو قوي جدا بلعبهم يعني كل لو في غلطه مثلا انا فاهمها وهم مش فاهمينها مثلا بكون مريت بيها قبل كده صح فبقول له مثلا انت دايما بقول لعبد الله ساعات بعمل لاسعد صحيح صحيح بس هم الحمد لله يعني اتحسنوا احسن صحيح وانت علي وانت برضو نفس الكلام برضو بيبقى مع الاصغر منك وده طبيعي عشان هم السنه الجايه هيبقوا كبار فلازم تديهم خبرتك تتكلم ما شاء الله يعني ال 2008 اللي عندنا ما شاء الله يعني مستوى كويسين وانتوا بتتعاملوا معاهم وبتحاولوا تديهم خبرتكم يعني واضح الطبيعي انتوا اقوى واكبر فلازم تديهم الخبرات يعني ولما حتى يعني انا حتى يعني مع فرقكم انا ما اعرفش مين الخمسه اللي استنوا يعني ما اعرفش مين الخمسه الاساسيين بصراحه انتوا ما شاء الله كلكم بتلعبوا وكلكم كويسين وكلكم ما شاء الله يعني ماشيين بشكل جيد جدا. طب خلينا نتكلم عن المستقبل يعني انت عندك 18 عندك 20 وبعد كده الدرجه الاولى حلو الكلام تمام انت شايف نفسك
يعني في لعيبه مثلا ممكن علي في وقت من الاوقات يلعبوا ثلاثه، وارد ممكن تلعب ثلاثيه، ممكن يفضل اربعه، ممكن يحتاجوك في خمسيه. انت شايف هتفضل في مركزك ده ولا ممكن مع الوقت عمر تطور او تلعب مركز ثاني جنبه؟ ما اعرفش، ممكن انا بلعب واحد واثنين وثلاثه. صحيح. فلو يعني احتاجوني في واحد العب واحد، لو احتاجوني في اثنين برضه العب اثنين. دي ميزه عندك انت بتلعب واحد واثنين كويس. انت في ماتشات لعبت واحد؟ نزلت واحد في اسكندريه. اسكندريه، برافو عليك. اخر دقايق في ماتش الزمالك. تمام. لعبت في ماتش الزمالك الثاني. ايوه لعبت واحد في الاخر. لعبت واحد وبتأدي كويس جدا عمر على فكره. خلي بالك علي هيزعل واحمد فادي دلوقتي عشان بقول كده. لا بس عادي، هو ده طبيعي تلعب في اكتر من مركز. فانت بالنسبه لك عادي تلعب واحد واثنين وثلاثه، مفيش ازمه. ما عنديش مشكله. وانت كمان يعني ها؟ لو احتاجوك في اي مركز انت موجود. مش اي مركز. لا بس خلي بالك، ما ممكن يعني ممكن يحتاجوك ثلاثه، ممكن تكون بتلعب فرقه مش دلوقتي، مش في 16. قدام مع الدرجه الاولى بتاع، ممكن يكون بيلعب ثلاثيه طويله فمحتاجينك تمسكها. وارد. يعني يعني تبقى جاهز لكل ده. عشان كده مستر داني بيقول لك طور الشوطه، طور مش عارف ايه، عشان انت ممكن تلعب ثلاثه، ممكن تلعب اربعه. فاللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز ده بيبقى مميز جدا جدا. طب ايه اكتر ماتش انت يعني فاكره من السنه دي، من الموسم المرتبط، اكتر ماتش عالي انت فاكره؟ يعني علم عندك. وماتش الاتحاد بصراحه الاخير. الاخير. ده اكتر ماتش ده الزيتون عندك. طب انت يا عمر؟ الاتحاد الاولاني. الاتحاد الاولاني ده بالنسبه لك انت حاسس ان هو هتفضل طول عمرك فاكره؟ فاكره. طيب وما فيش ولا ماتش قبل كده، سموحه اللي هنا، سموحه اللي هناك؟ سموحه اللي هنا برضو ده لعبت فيه احسن. انما انت سموحه اللي هنا صحيح، انت نسيت ازاي؟ انت ما شاء الله لعبت تحت 30 بونت باين؟ لا 25. مش مشكله، خمسه من عندي بقى. انت الماتش ده لعبته كويس ما شاء الله جدا. الحمد بس لله. هو الاتحاد الاولاني. الاتحاد الاولاني كان احسن. طيب انتوا اول مره تلعبوا على صاله حسن مصطفى وبرج العرب صح؟ ولا لعبتوا عليها السنه اللي فاتت؟ لعبت عليها برج، لعبت على حسن مصطفى. دكتور حسن مصطفى. السنه اللي فاتت بس ما رحتش برج العرب. بتحب انهي واحده فيهم؟ حسن مصطفى. بس هي مش باركيه. مش مشكله عادي، بس حلقه حلوه. تحبها حلقه حلوه والصاله حلوه؟ طب انت علي؟ من حسن مصطفى. برج العرب ما حبيتوهاش؟ دي باركيه يا جدعان. حبيناها بس حسن مصطفى لا احسن. حاجه ثانيه. انت اول مره تلعب عليهم؟ ما لعبتش السنه اللي فاتت عشان بيه ما لعبوش عليه. طب انا عايز اقول لكم بقى، مش عايز اصدمكم، ان اللي جاي على ملعب بلاط الماتشات اللي جايه، مش عايز اصدمكم يعني. يعني لا، الماتشات اللي جايه كلها على ملعب بلاط. جمهوريه المنطقه. المنطقه كلها على ملعب بلاط. انا مش عايز اصدمكم يعني، بس كنت عايز يعني اخليكم تلعبوا على الصالات الحلوه دي بس عشان ايه يعني؟ جمهوريه بقى. لا الجمهوريه برضو في بدايتها تبقى ملاعب بلاط يا حبيبي. انا مش عايز اصدمكم يعني، انا بس باخدكم من هنا ملاعب بلاط بقى. بس خلي بالك برضو ده فكر يعني، ما هو ملاعب البلاط دي ممكن تفيدك في 3 على 3. انت بتلعب 3 على 3؟ ملاعب البلاط تفيدك. ايوه 3 على 3. انت ما بتلعبش 3 على 3 يا عمر؟ لا. علي السنه دي ما لعبتش. لا بس هتلعب ان شاء الله. ان شاء الله تلعب. خلي بالك هي بتلف على الكل، فانت ممكن تلعب. طيب افريقيا اللي جايه، الافارقه بيبقوا فيزيكال عالي وبيجروا وبينطوا وبيلعبوا، شايف ان احنا نقدر يعني؟ طبعا نقدر. هو اللي قبليها قدروا برضه. برافو عليك. طب شفت انت ماتشات اللي قبلك؟ شفت الملك ماتشات؟ طبعا اتفرجت على كل ماتشاته. بس انت حاسس ان احنا نقدر نكسب افريقيا؟ وانت عالي صح؟ شايف الدنيا، بالرغم ان انت كل سنه على فكره انت مش هتبقى عارف جيلك مين، يعني انت مش هتبقى عارف مين في السنغال. ايوه. مش هتبقى عارف مين في نيجيريا، ما احناش لاعب فريق كبير. بس انت شايف ان احنا نقدر؟ عندي ثقه بصراحه. انتوا عارفين مين الفرق الاقويه عندكم في سنكم؟ هيكون السنغال برضه زي كل سنغال. لا رقم واحد مالي. مالي. مالي؟ صح. رقم واحد بتبقى في السن ده اقوى، في اقوى دوله بتهتم بالسن ده مالي. يجي بعديها ممكن انجولا شويه، بس انجولا برضه مش قوي. ويجي بعديها برضه السنغال. الثلاث فرق دول هيبقوا غالبا هم اللي بينافسوك. تونس بتبقى بعيده شويه، نيجيريا ما بيبقاش عندها اصلا السن ده كويس، فهو ده الفرقه اللي هتلاعبها اللي هتقابلوها تبقى قويه. انت عارف هي فين يا عمر ولا ما تعرفش؟ مالي؟ مالي ما اعرفش، انا ما اعرفش، انا بسالك. ايه ما بيقولكش هي فين البطوله؟ البطوله هتبقى فين؟ لا لسه ما اتحددتش. ها؟ ولا ما حدش قال لكم فين؟ ما اعرفش بصراحه. طيب لو حد بيتفرج علينا ويعني مش صغيرين وطالع، تقولوا نصيحه ايه؟ يعني لعيب مثلا 2009 2010 2011 تفضل يجتهد مهما حصل يعني. تجتهد. علي تدي نصيحه ايه لاصغر منك؟ ايه اجتهد برضو، يطور من نفسه. برافو عليك، يطور من نفسك واجتهد. طيب ايه رايكم نطلع فاصل كده عشان احنا عاملين لكم مفاجاه على الهواء. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع
عشان نحتفل الحقيقه بالابطال دول اللي يستحقوا كل احتفال وكل خير، لان الحقيقه اسعدوا جماهير نادي الاهلي كله وكانوا اكبر داعم للفريق الاول. خلينا نطلع الفاصل وارجع لحضراتكم تاني.